التاسعة تغطيات ولقاءات خاصة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بعمل وبمولع التلفزيون، تيجي حاجة قدام مني أقول فرصة جميلة إن أنا أشوف أولادي وأهل بلدي. لماذا لا يريد العالم أن يستوعب حجم التحدي؟ دي عملية مستمرة مش عملية مؤقتة. برنامج التاسعة هو الأوسع انتشارا في مصر. ودين دلوقتي في قرية القبانية من أسوان سوهو سكوير شرم الشيخ دمياط بشكل يمكن ما اتفرجتوش عليه قبل كده. الشعب المصري هو البطل. مصر أكبر من أنها توجه لنفسها، هي توجه للعالم. هو ده المدخل الصحيح. يعني هتعودي هنا وهتركبي الطيارة في حضارة لازم تبان لحظات حب جميلة ورقيقة. فيها حاجة حلوة ما تلومش حد إن ابتسم. أنا بنت الفراعنة. ده مسؤولية كبيرة. دي بلد كاملة. معجب بيه جدا. إمباكت على مستوى العالم. قصة مصرية جميلة ونجاح مصري جميل. أحيا مصر يا سيادة الرئيس. برنامج التاسعة رايح لكل المواطنين على اختلاف الطبقات الاجتماعية والطبقات التعليمية. التاسعة مع يوسف الحسيني من السبت إلى الأربعاء على قناة مصر الأولى.